هذا ضمن المعركة المفتوحة بيننا وبين الاحتلال القائم على أرضنا، والمعركة مفتوحة منذ وجد هذا الاحتلال ولن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال بكل الأحوال. لكن هذه الأيام الأجواء كلها في المنطقة متوترة، والعدو يحاول جاهدا أن ينقل المعركة بشكل أو بآخر إلى خارج حدوده وإلى خارج حدود فلسطين، لأنه يعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة بالنسبة له لتحقيق إنجازات. لكن هناك إطلاق صواريخ من لبنان أستاذ عدنان. كل ما يمكن أن يأتي من الخارج من المقاومة في لبنان أو المقاومة في سوريا وحتى المقاومة في قطاع غزة، لأن المقاومة في الضفة الغربية والقدس والأرض المحتلة 48 هي الخاصرة الضعيفة بالنسبة للاحتلال. تدري اليوم في الأغوار في منطقة الحمراء كان هناك عملية فدائية ضد المغتصبين، لأن الاحتلال مشكلة أزمة هذه دولة مجرمة وقوية، قوية بالنووي، قوية بجيشها الكبير والمسلح والحديد، وقوية بضعف وفوضى وعجز وانقسامات الطرف الآخر وهو نحن يعني الفلسطينيين. أستاذ عدنان، البعض يعتبر إطلاق الصواريخ من لبنان خطوة غير موفقة لأنها أعطت طوق النجاة للجانب الإسرائيلي المتأزم داخليا. يعني لا أريد أن أتحدث عن 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 النقد الذاتي في العلن، ولكن أقول أن عملية اليوم وإنجاز عملية اليوم هي الرسالة الحقيقية للمحتلين، لأنه في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة 48 خمسة أو أكثر من 5 ملايين قنبلة موقوتة أو صاروخ فلسطيني لا يستطيع الاحتلال ملاحقتها، ولا يستطيع الاحتلال كشفها، ولا يستطيع الاحتلال الرد عليها بالطائرات ولا بالصواريخ. هذه هي قوة المقاومة، وهذه هي قوة الشعب الفلسطيني. المقاومة في الضفة الغربية والعمليات الفدائية في الضفة الغربية والثورة الشعبية المفتوحة ضد المحتلين في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة 48 هي مقتل هذا العدو. وبالتالي حين يدرك العدو أنه اليوم يطارد وهما، يطارد خيالا في الأغوار الفلسطينية، ويغلق أريحة ليبحث عن قشة في بيدر، هذا هي عجز المحتلين. لا يمكن للاحتلال أن يستطيع اللحاق بمطارديه. أنا أقول أن أبطال المقاومة في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة 48 هم مطاردين وليسوا مطاردين، هم مطاردين لجيش الاحتلال، هم مطاردين لمغتصبي أرضنا، هم مطاردين دائمين وأقوياء وقادرين على الفتح بهذا العدو وهو عاجز عن الرد عليه. نعم نعم. حاليا الأمور هل تسير نعم الأمور هل تسير نحو التصعيد المفتوح والحرب الشاملة، أم أن المجتمع الدولي له كلمة في ذلك؟ لا، المجتمع الدولي هذه نكتي أنا أمكتها الصراحة. يعني أمس كشفت أمريكا التي كانت تتحدث عن أنها لم تستقبل نتنياهو وأنها تحتج على هذه الحكومة وأنها، وكشفت في مجلس الأمن، منعت حتى إصدار بيان إداني لكل ما يجري في المسجد الأقصى المبارك. هذا هو المجتمع الدولي. أي عن أي مجتمع دولي تتحدث يا صديقي؟ هذا المجتمع الدولي لا يرى فينا نحن العرب إلا أدوات موت، ولا يرى فينا إلا مختبرات لأسلحتهم. هذا هو المجتمع الدولي. لكن مجبر الجانب الفلسطيني على التعامل مع المجتمع الدولي أستاذ عدنان. أنا أعتقد أن الجانب الفلسطيني عليه أن يتعامل بنقطة واحدة مع المجتمع الدولي. المجتمع الدولي إذا كنا نريد أن نسلم جدلا بهذا المجتمع الدولي وأن نعترف له، فلما لا يطبق قرار 181؟ لماذا نتحدث عن قرار 1701 اليوم؟ ليه؟ ما في عندنا قرار اسمه 181. نعم. نفذ جزء منه ولم ينفذ الجزء الخاص بنا. ليتفق كل العرب والفلسطينيين، لا مطلب لنا، لا مطلب على الإطلاق إلا قرار 181. هذا مجلس الأمن، أنت نفذت جزء من قراره، لماذا لا تنفذ الجزء التالي؟ نحن ليست إسرائيل محتليتنا يا صديقي. المجرم الحقيقي هو المجتمع الدولي. بلا ما نكذب على حالنا، نحن عم نكذب على حالنا. نعم. كل يوم
أشكرك أمريكا أمريكا أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من الضفة الغربية.